الحكيم عاود لينا شنو قال البارحه. والبارحه لقينا واحد الكارثه، ما كاين ما تعاود المشكل. صافي والله الا مشكل. صافي السيد قتل مرتو، السبب ديالاش ما عرفناش السبب ديالاش، وتنتمنى ان شاء الله من هنا لقدام ان شاء الله. لا كبر شويه في العمر، كبر هي الله تزوجوا تقريبا شي شهر هادي باش تقريبا باش مزوجين. وحتى البارح ناض وقيلا بيناتهم واحد الشجار، ومهم هادشي اللي تيقولوا بعض الاخوان تيقولوا بالسكين. هادشي هو، واش نقول لك؟ ما نكذبش عليك، حاجه ما شفناهمش. الجيران تيقولوا لك اودي سمعوا شي صداع، وما عرفوش واش وقع هذاك الصداع بهذا المشكل هذا. ما شي هو اللي كاين ودا اخويا، اول مره وقعت الجريمه في هذا الحي هذا، اول مره وعمر وقعت شي جريمه في هذه المنطقه هذه. وتنتمنوا ان شاء الله بحول الله ما يوقعش مازال هذا المشكل هذا. يعني واش هذا الشيء عنده علاقه ربما بظاهره يعني ترمضينا يعني رمضان ولا؟ لا شي ماشي قضيه رمضان ولا بلا رمضان، داك الشيء ما كاينش العلاقه برمضان ولا فهمتي. المهم انسان يعني ربما في رمضان الناس ما كيتملكوش الاعصاب ديالهم. لا داك الشيء ما داك الشيء ماشي قضيه الاعصاب ولا. دابا وقعت شي حاجه، السؤال التفاهمي صافي، وعرفتي انسان ولا شعل ما تيحسش براسو. هادشي وحنا تصدمنا، على ما تصدمناش. اول مره وقعت جريمه في هذاك الحي، اول مره وقعت جريمه في هذاك الحي، وتنتمنى ان شاء الله بحول الله ما يعودش يتكرر هذا المشكل هذا. وتنتمنى الساكنه ديال اي تعميره كامل الساكنه اي تعميره بحال الشباب يتجنبوا الطريق هذا غادي الهاويه. وبالنسبه هذا المشكل هذا اللي وقع في حي المسيره في الدوار هذا، البارح الصراحه تصدمنا بزاف، تصدمنا. الناس سمعوا شي صداع، واني صداع ديالاش ما عارفينش. المهم يقدر الصباح هذا، الصباح ديال البارح واقيلا وقع هذا المشكل هذا. الرساله ديالي نقدمها للشباب هادو اللي تيتعطاو المخدرات، تنتمنى الله سبحانه وتعالى. السيد يعني كيتعطى المخدرات؟ هاد السيد ما عرفت والله، ما نعرف، لا محال، ما نعرف. المهم انا هذه الرساله هذه تنعطيها للشباب اللي تيتعطاو المخدرات يبسعوا من هذه الطريق هذه. الطريق هذه ما خداماش، علاش؟ تدي الجرائم، تدي شحال من حاجه. وتنتمنى من السلطه ديال اي تعميره، لا بريكاد ديال اي تعميره، يديروا المجهود ديالهم ويراقبوا شويه. هذه المنطقه يعني معروفه ربما نقطه سوداء. اودي اش نقول لك؟ بلادهم تيقول هاد المشكل كاين فيه تعميره، واني بالنسبه لاي تعميره معروفه هي بالاجرام، معروفه هي بالاجرام، واني تنتمنوا السلطه دير خدمتها ان شاء الله بحول الله. وكيفاش وقع؟ المهم في هذيك الثلاثه ديال العشيه كنسمعوا راه واحد السيد قتل الزوجه ديالو، تصدمنا يعني الساكنه كامله تهزات. المهم تخلى على داك الشيء، اش غادي نقول لك؟ المهم صدمه، كانت صدمه قويه، ماشي بنادم يعني يلا تزوجوا. انا على ما سمعت انا شي شهرين دابا باش تزوج، هو شويه كيعاني شويه من خلل، ربما هادشي اللي قالوا الناس خلل عقل شويه، وتيكمي هو داكشي ديال الكيف، يعني هو بنادم مع رمضان وداكشي اثر عليه داكشي. ترمضينا تقريبا والله اعلم. المهم على حسب ما كيقولوا هاد الناس هادو، هادشي اللي كاين. المهم هادشي ما كنبغيوش يتكرر، يعني سلاح ابيض، يعني اعتدى عليها بالسلاح الابيض. سمعنا شي اخبار ديال الحشود جوات ولا شي حاجه، شنو صحه يعني هادشي؟ لا هادشي ما، المهم انا ما سمعت انايا فاش قتلها هو قدم راسو مشى عندهم، فاش جاو هما اللي جات الشرطه العلميه تقريبا. المهم قاموا بداك الشيء ديالهم، المهم دابا راه كل شيء راه كاين عندهم،
والحمد لله حنا كنبيعوا السلطات المعليه مهم تدخل على حساب هاد كاين بزاف ديال الحوايج كيوقعوا، ولكن خصنا السلطات المحليه تدخل شويه. هادشي اللي كنطلبوا من المخزن ديالنا. نعم شويه ما بقاش كيف ما كان في الاول، كاين المهم كان معروفه شويه ممكن. انا ما عرفتش انا، يلاه هو المهم يلاه جا سكن عند الام ديالو هنا، هادشي اللي سمعنا جا سكن عند الام ديالو المهم شي تقريبا، المهم يلاه تزوج هو دابا شي شهرين ولا مع 3 شهور. ما سبحان الله العظيم داكشي ما عرفت كيفاش قريب رمضان ومع البليه وداكشي اثر عليه داكشي. ايوا اش غادي نقول لك، الله يلطف. الشيء اللي كنطلبوا من الله سبحانه وتعالى، يعني بنادم الصايم خصو يلتجئ الله سبحانه وتعالى، ما خصوش يمشي يدير بحال الجرائم، وراه كي غيدير مع الله سبحانه وتعالى خاص بنادم يكون واعي شويه. يعني الحاجه اللي كاين المخزن كاين كلشي، السيده ما خدماتش ليا وقع ليا معها مشكل او كذا، كاين المخزن كاين بزاف ديال الحوايج، الله حل الطلاق وحل الزواج. خاص بنادم يكون واعي شويه، ماشي واحد السيده دارت لي واحد الافت او حصلت عليها شي حاجه او غنوض انا نقتلها، يعني الحكم الا بيد الله سبحانه وتعالى. ماشي بنادم غينوض يدير شي حاجه من اليد ديالو نقتل ولا غادي ندير، يعني داك الاجرام حتى حاجه ما منه، حتى حاجه ما كاينه من داك الشيء. المهم كما سمعتوا هاد الجريمه اللي وقعات صدمنا، المهم فقنا ولقينا الجريمه وقعات. زوج 30 العمر قتل مرتو، المهم الاسباب ما عرفناهاش. المهم هادشي اللي واش غادي نقول لك اخويا، والله الله اعلم. المهم الاسباب بالضبط ما عرفناهاش، المهم كما فقنا سمعنا الاخبار كتداول على حول القضيه اللي وقعت بانه السيد راه قتل مرتو. المهم راه الاسباب ما عرفناهاش بالضبط، حاليا ما كايناش شي اخبار كتوضح بلي شي سبب اللي يخليه باش قتل مرتو.